اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حكينا كده، الكرينيال نيرفس هتحتاج ان احنا نعمل اكتر من مره، مش هيكفيها ابدا مره واحده. فاحنا هنبتدي النهارده اول حاله. طيب، دي فيميل بيشنت عندها 4 year، ايه رايكم؟ يا شباب، السكرين شيرد، يعني انتوا شايفين السكرين؟ فرونتال انسيفالوسين، فرونتال انكفالوسين. طب ما تخلينا نوصف الأول. يا شباب، مش عارفة هل في مشكلة في الصوت، في مشكلة في الكونكشن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Infronted with CT paranasal sagittal axial endocronal. Showing ossification of both sigmoid sinuses. I can see also a bone defect in the cribriform blood. Okay. In the sagittal plane, في continuation ما بين البرين تيشو وما بين ال ossification of the sigmoid. With this small age, 4 years female, I can say it's herniation of brain tissue. Glioma. I will ask for brain MR. Okay. Sure. طيب، خلينا نناقش الاحتمالية دي، الانكفالوسيل أو الجليوما. دي congenital abnormality، تمام؟ Yes. طيب، تفتكر لو دي congenital abnormality بالحجم ده، هتفضل لحد البنت ما يبقى عندها 4 سنين ولسه مش حد أبداً، يعني فكر ان هو يعمل لها ايميجنج او يعمل لها او تكون بلكيت او وات ايفر؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الفحص ده بكونتراست ولا من غير؟ ويز كونتراست. ويز كونتراست. هل الدنست بتاعت الليجن ده اللي احنا شايفينه هي نفس الدنست بتاعت البرين، ولا شويه الانهانسمنت باترن مختلف؟ slightly lower. slightly lower density than يعني enhancement اكتر ولا اقل؟ هو طبعا لو احنا على ورك ستيشن بنغير الويندو كده، بنلعب في الويندو، فبنقدر شويه نشوف الدنيا اوضح. لكن دكتور عايد، انا شايفه اعلى سنه بسيطه. شايف ايه؟ شايف الدنستي مع الصبغه اعلى سنه بسيطه من البرين. بالظبط. فاذا دي حاجه واخده كونتراست، واخدة كونتراست باترن. بعدين سنتر على كريبريفورما بليت. okay. انا ممكن افكر في اولفاكتوري نيوروبلاستوما بالظبط، ماشي، او نفكر ان دي سوفت تيشو مات. فكره ان دي انكفالوسيل، الادرس زي ما قلت لكم دي 4 سنين. انكفالوسيل لو بالحجم ده بالطريقه دي كان المفروض تبريزنت قبل كده، يعني قبل 4 سنين. الحاجه الثانيه ان هي دي ماس، وفيها يعني الماس حدودها اهي، ماشي، وفيها انهانسمنت، سوري، وفيها انهانسمنت مختلف عن البرين. اوكي، فا anyway هي دي عشان كده احنا كنا بنقول اي نزل ماس في طفل صغير لازم يتعمل له ايميجنج قبل ما حد يحط ايده عليها، علشان بس ندفرنشيت دي ده ولا ده. وزي ما قلنا المره اللي فاتت اعتقد او اللي قبلها، وات ايفر، انه لازم نعمل سي تي وام ار الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحد بس والثاني لا. اوكي، طيب احنا طلبنا نعمل ام ار، وده الام ار، هل ده ماشي مع الانكفالوسيل ولا لا؟ ده ماشي اكتر مع ان دي ماس ليجن. لا، دي ماس سينيو نيوروبلاستوما. بالظبط بالظبط. في الام ار بقى، بس هو في الحقيقه احنا دايما العيانين بيبتدوا بالسي تي،
فاحنا مهم ان احنا ما نقولش ساينوسايتس، ودي للمره المليون، ما فيش حاجه في ان احنا نعمل برا نيزل ساينس بون ويندو بس. طبعا الحاله دي ايفن لو اتعملت بون ويندو بس، البون ديستراكتد بشكل واضح، البون مش موجود في الكريب ريفورم بليت، فما فيش حد هيخطئ ويقول على دي جاست ساينوسايتس. بس لو كان الديستراكشن بتاع الكريب ريفورم بليت اقل من كده شويه، ما كان ممكن نلخبطها ونشوف بس جاست الاوباسيفيكيشن ونقول عليها ساينوسايتس وهي اجريسيف ليجن بهذا الشكل. اوكي، فدي اول حاله الاولفاكتور نيوروبلاستوم. طبعا الاولفاكتور نيرف بيجي فيه شويه ليجنز كتير، لكن هي في كجزء الانكولوجي وكده هي اكتر حاجه بتبقى الاولفاكتور نيوروبلاستوم. اي ماس ليجن مالجنت هيبقى في الـ هيسنترد على الكريبرو فورم بليت، هيبريزنت بمشاكل في الايه، في الـ على الاولفاكتور نيرفي. اوكي، هي دي الاولفاكتور نيوروبلاستوما، او اسمها تاني الاسينسو نيوروبلاستوما. دي بتيجي في تو بيكس، في بيك في الصغيرين اللي هم بيبقوا مثلا في التينيجرز كده، وبيك في الكبار قوي اللي هم بيبقوا من 60 ل 70 سنه. فدي نقطه مهمه ان احنا نكون عارفينها، انه مش بس في الصغيرين اللي احنا متعودين عليه، لا، هو بيبقى سنترد على الكريبرو فورم بليت، وهي دي الدياجنوستيك بوينت اللي فيه. سنترد على الكريبرو فورم بليت، ليها انترا كرينيال اكسترا اكزال، وليها اكسترا كرينيال اللي هو بيبقى في الاسمويد وفي البون وفي النوستر. في كيسز بقى ريكوردد ان هي تبقى توتالي في النيزل كافيتي، ماشي. بس على كل حال احنا بنتكلم على التيبيكال، الحاله اللي معانا دي حاله تيبيكال للاسينسو نيوروبلاستوم. اوكي، طيب الحاله رقم 2، مين هيقول؟ ميل بيشنت عنده 5 سنين جاي بفيجن ديس اوردر، ديمنيوشن اوف فيجن. انا شايف ان في فيوزيفورم سويلنج في الليفت اوبتيك نيرف. اوكي، في فيوزيفورم سيكلينج في الليفت اوبتيك نيرف. نكمل كاركترايزيشن، او يعني هتكمل كاركترايزيشن ونحط ديفرنشال ومعدي اوبتيك كانال كمان. انا شايف سنه صغير، فكرت في اوبتيك جليوما. هو الاوبتيك نيرف كام سيجمنت؟ انترا اوربيتال وانترا كاناليكولر. اوكي، اوربيتال كاناليكولر بس اوبتيك تراكت بقى، وبعدين كيازما. لا احنا بنتكلم عن اوبتيك نيرف مش الاوبتيك باس واي. اوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف له 4 سيجمنت، السيجمنت انترا اوكلر وده احنا ما بنشوفوش بالايمج، وفي انترا اوربيتال والكاناليكولر سيجمنت، وفي الانترا كرينيال بري كازماتيك سيجمنت. ماشي، دول 4 سيجمنت بتوع الاوبتيك نيرف. ماشي، يعني لو احنا على الحاله دي، الانترا اوكلر ما بنشوفوش، بعد كده ده كله الانترا اوربيتال سيجمنت، وبعد كده الكاناليكولر سيجمنت، وبعد كده الجزء ده اهو اللي هو الانترا كرينيال بري كازماتيك سيجمنت، ده رقم 4. اوكي، طيب ده تقريبا اللي كان واخد كل السيجمنتس بتاعه الاوبتيك نيرف. انت بتقول فيوز فورم، هنحط ديفرنشال. ايه اول ديفرنشال هتحطه؟ اوبتيك جليوما. اوبتيك جليوما، طيب هل الاوبتيك جليوما السيجنال بتاعتها بتبقى كده في التيتو؟ يوروفايبروماتوزيس. ما هو نيوروفايبروماتوزيس ديبندنج على ان دي اوبتيك جليوما، صح؟ ونيوروفايبروماتوزيس بناء على ايه؟ فين بقيه الحاجات اللي تقول لنا نيوروفايبروماتوزيس؟ خلينا الاول نقول هل دي اوبتيك جليوما الاول ولا لا؟ وبعدين نشوف معاها نيوروفايبروماتوزيس ولا لا؟ لينفوما. ليه؟ لينفوما؟ ليه مش اوبتيك جليوما الاول؟ هي له شويه في التي 2 يعني. سيجنال في التي 2 له. بالظبط، يوزوال الاوبتيك جليوما بتبقى لو جريد جليوما، فما بتبقاش له في التيتو بهذا الشكل. طب واخبار الديفيوجن ايه؟ ريستريكتد جليوما. لو في الاي دي سي ريستريكت. طب هل الاوبتيك نيرف جليوما بتريستريكت؟ لا، لو جريد. ولا لا؟ لو جريد؟ لا. تمام، طيب اذا دي مش اوبتيك جليوما، ايه الديفرنشال الثاني؟
منينجيوما. منينجيوما حد بالفعل كاتب على الجروب وانتوا قلتوا منينجيوم. طيب هل المنينجيوما بتيجي في خمس سنين بالظبط؟ طب لو لقيت منينجيوما في طفله عندها خمس سنين تفكر في ايه؟ انفون. مش ورد تو. منينجيوما في طفل صغير او في حد عجوز تفكر في يعني في انيوجوال ايد تفكر في ان اف 2. طيب اذا دي مش حتى الانهانسمنت مارجنال. الانهانسمنت مارجنال فهو مش النيرف اللي فيه الابنورماليتي, هو النيرف اللي فيه الابنورماليتي. طبعا انتوا عارفين ان الاوبتيك نيرف مش ترو كرينيال نيرف. امال ايه؟ ايه الاكستنشن منين؟ من البرين. من البرين. البرين هو عبارة عن وايت ماتر تراكت. عشان كده كل الليجنز اللي تيجي في الوايت ماتر تقريبا تقريبا بتيجي في الاوبتيك نيرف. ما هواش كرينيال نيرف عادي. ما هوش حواليه مايلين شوانوما شوان سيلز يعني بالظبط. عشان كده ما يجيش فيه شوانوما ولا في شوانوما, لكن يجي فيه جلايا. اوكي يبقى اذا احنا متفقين ان ده ثيكنينج في الـ في الـ في الـ في الاوبتيك في الفيد بتاع الاوبتيك نيرف. والحاجه المهمه كمان انه ده بيبقى حواليه سي اس اف, يعني الابلكيشن اللي بعد كده بيبقى حواليه سي اس اف. ده ديفيوز ثيكنينج في الفيد بتاع الاوبتيك نيرف, وده احتمالاته انه هو يكون. وفي طبعا ريستريكتد فيت زي ما انتوا قلتوا جليوما ومنينجوما ولوكيما ولوكيميا ولمفوما. الجليوما عشان الديفيوجن والتيتو مش هينفع. من الجيوما عشان الايدز مش هينفع. يبقى اذا قدامنا اللوكيميا واللمفوما, ودي بالفعل حاله ام ال, ودي كلوروما في الاوبتيك نيرف. ماشي اللوكيميا بتريستريكت يا دكتور عين. كلوروما واللمفوما هايلي ريستريكتد. اللوكيميا كمان اللوكيميا طبعا لان دول سيلولار يعني هايبر سيلولار. اللوكيميا واللمفوما الكرايتيريا بتاعتهم في الايمج موستلي زي بعض. ماشي عشان كده انت في اوقات تكتب اللمفوما تطلع بالباثولوجي اللوكيميا والعكس. يعني ما دي 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 مالجننت هيماتولوجيكال مالجننسي. ما يعني مش احنا اللي هنقول دي لمفوما ولا لا. طيب دي انذر كيس. نفس القصه ان هي الاوبتيك نيرف على الرايت سايد سيكند وانهانسد. هنا كمان الاكسترا اوكلر ماسلز افكتد. ماشي في دي حاجه من الحاجات اللي بتساعدنا في تشخيص الليمفوما. ان احنا يوجوال الليمفوما بتبقى واخده اكتر من اورجان او اكتر من استراكشر مع بعض. اوكي ما بتبقاش واخده ستراكشر واحد او اورجان واحد. لو لقيناها كده بتساعدنا في التشخيص. طبعا ما يمنعش ان ممكن يكون في ايزوليتد اوبتيك نيرف جليوم لمفوما او ايزوليتد اي حاجه لمفوما. لكن لو لقيناها واخده اكتر من حاجه زي كده ده بيساعدنا شويه في ان احنا ده ريفيو ارتكل كنا عاملينه في الاس ار 2013 على الابنورماليتي اللي في الاوبتيك نيرف. طيب This is another case. What is the abnormality? يا قوم ده برضو مفروض ان هو عيان لوكيميا وجاي بفيجن ديس اوردر. ايه احنا شايفين ايه؟ يا ابنورمال اوبتيك نيرف ثيكنينج على الناحيتين. ابنورمال اوبتيك نيرف ثيكنينج على الناحيتين. في هايبر اتنسي هايبر ريتنس ليجن عند الميكلز كيف والكافرنس ساينس. عند الميكلز كيف والكافرنس ساينس. هاي احنا عندنا حاجه ثانيه رايت سايد. رايت سايد بالظبط. احنا عندنا حاجه ثانيه. عندنا شايفين الفوكال انهانسمنت اللي عند الريتنا ده طبعا ده بالام ار لو كتبناه هنكتبه سسبكتد. مش هنكتبه ابدا ديفنت. بس ده بروفن بالاوفثالمولوجيكال اكزامينيشن والريد كام والكلام ده ان ده لوكيميك انفلتريت. ماشي وبعد التريتمنت وبعد ما خدت التريتمنت كده وخلصوا الاب وكده قلت. طب بس هي دي مش يعني ده مش السترايكنج فايندنج هنا او يعني احنا بس قلناها سسبكتد عشان العيان جاي بسيمتوم بتاعه الفيجن. لكن هي زي ما الزملاء قالوا ان هو في
abnormal thickening عند الميكلز كيف. هنا السهم هنا مشاور على ايه؟ ايه الاستراكشر اللي السهم مشاور عليه في الصوره الاولانيه؟ طب انتوا ايه رايكم في thickening وانهانسمنت عند الميكلز كيف؟ تشخص ايه؟ تراجع ميكلز كيف؟ ايوه ايه يشخص ايه؟ تمام في 2 شو انا عمر؟ ده عيان لوكيمي. لا مش كوميك انفنتري. لا ساكن كنت بتقولي في كام؟ انا سمعت في 2. هل في 2؟ نو في 3. في 3 احنا هنا عند انهي فورامن؟ دكتوره مهلا كتبت فورامن اوفال. فورامن اوفال مين بيعدي في الفورامن اوفال؟ ترانجيمينال نير مانديبولار ديفيجن بتاع الفيفث نير بالظبط كده. والمانديبولار 2 ولا 3؟ 3 في 3. اوكي فده المانديبولار نيرف في عيان لوكيميا. اذا دي كلوروما في المانديبولار نيرف. بالمناسبه الكرينيال نيرفز تقريبا كلهم اللوكيميا واللمفوما يحصل فيهم انفلتريشن كتير مش قليل. بس احنا يعني مش شويه مش بيندي اتنشن للقصه دي. ففي حالات مش قليله بتفوت ماشي. لكن اللوكيميا واللمفوما بيعملوا انفلتريشن للكرينيال نيرفز كتير مش قليل. اوكي فدي في الفورم الاوفال. اذا حالات الكلوروما وحالات اللوكيميا واللمفوما لازم نحط في اعتبارنا انه ممكن يبقى ده على فكره ممكن يجي لك العين الاول وهو مش معروف ان هو لوكيميا. يعني يجي لك الاول بديمينيشن اوف فيجن عامل ام ار اوربت وانت لو حطيتها في الديفرنشال دايجنوزس هم يدوروا باللاب ويطلعوها لوكيميا. فلازم تحطها دي في البوتن لاين دي. اوكي ايزي كيس بقى. What do you think؟ عيان 10 سنين يا قوي. هي دي جليوما بقى يا دكتور. بالظبط كده. دي الجليوما بقى دي اللي عشان تورشوس اوبتيك نيرف وهاي سيجنال في تي 2 ولو في تي 1 بالظبط. مش واخده قوي انهانسمنت. دي واخده انهي سيجمنت في الاوبتيك نيرف؟ لا الانترا اوربيتال. الانترا اوربيتال سنترال. الانترا كانانيكولار كويس وجوه البرين مش كويس. اول ما تلقى اوبتيك نيرف جليوما وصلت للتشخيص تعمل ايه؟ ديفيوجن. ليه؟ ما وصلنا للتشخيص. اوكي ما احنا وصلنا الديفيوجن فاسيليتيتد وده اكد لنا ان هو ده اوبتيك نيرف جليوم. نشوف الباس واي بتاعه عشان لو نشوف الاكستنشن بتاعها رقم 1 باس واي. بقيه الباس واي هل هي اوبتيك نيرف بس في انهي سيجمنتس منه مكمله على بقيه الكياسم ولا لا؟ على الاوبتيك تراكت ولا لا؟ على الاوبتيك راديشن ولا لا؟ بدي اول رقم 1. رقم 2 هنبص على ايه؟ البايلاتراليتي مثلا. البايلاتراليتي نبص على الاذر سايد. رقم 3 رقم 3 نيوروفايبروتوسيس تايب 1 بالظبط. ندور على بقيه حاجات النيورو على الاذر استجماتا. بتاعت النيورو زي ايه؟ زي بقى كلوجنج ديسبليزيا مثلا. سفنود وينج ديسبليزيا بالظبط. هاي برين ستيم جلايوما بلكس فورم نيورو فايبروما. اوكي ايه تاني؟ ان ديفرنشيت ذا برايت اوبجكت اللي هي الفاسي دي بالظبط اللي هي مرطومه. ايوه خلينا بالتعبير الاسهل مرطومه. طيب ايه تاني؟ النيورو فايبروماتوزس تايب 1 له 36 فايندنج. طب خلونا نقعد نعد من هنا لما الفجر يبدا. تمبر لوب هرنيشن يعني اللي احنا فاكرينه بقى اللي احنا فاكرينه. طب خلونا في الحاله دي ايه رايكم في دي؟ دي فيها ابنورمال سيجنال في البونز
بالضبط abnormal signal. لا خلونا في الايمج الاولاني, في abnormal signal في البونز والميدل سيربيلر دانكل جاي, وبعدين عندنا سوبرا سيلر ماس. ايه رايكم دي ايه ودول ايه؟ لو تمرطومه اللي في البونز حلو. لا لا دي برين ستيم جلايوما بقى في البونز مثلا, واللي في السوبرا سيلر يعني دول, هل دول حاجتين لهم علاقه ببعض ولا ما لهمش علاقه ببعض؟ يكون عامله سيدلينج. اوه سيدلينج جوه البونز دي. حد يقول لي دي ليه ما تنفعش بونتاين جليوم؟ لا مش عامله اكسبانشن, مش انجلفنج البازل الارضي يعني, مش هاي هاي دي مش عامله مش لازم بالمناسبه تبقى محوطه البازلر, ممكن تبقى محوطه اكسبانشن يعني مش شيء. الاكسبانشن بتبقى اعلى من كده شويه. النقطه المهمه الاكسبانشن, عشان زي ما حكينا في اليوم بتاع الساين البونتاين مايلونولايسيس ولا جليوما, دي مايلونيشن ولا جليوما, ام اس ولا جليوما. الخصه في اكسبانشن في البونز ولا ما فيش اكسبانشن؟ ما فيش اكسبانشن يبقى دي موستلي ما هيش بونتاين جليوما. اوكي طيب, يبقى اذا دي الهامرتومه ودي اوبتيك كازم جليوما, الاثنين مع بعض يشخصهم ان اف 1 ان اف 1 ماشي, وتقول للكلينيشن دور على ان اف 1. طيب اللي بعد كده ده ايه؟ ده ديسبليزيا في السبينويد وينج, ده نيورو فيبروماتوزيس 1 بالظبط. ديسبليزيا للتمبرال لوب في الاوربت, هرنيشن للتمبرال لوب في الاوربت, وفي سبينويد وينج ديسبليزيا. هدفعك 600 ربع جنيه يعني, مش ربع جنيه واحد, 600 ربع جنيه. بالراحة, بالراحة بالراحة, مش عشان قلنا ان دي ان اف 1 وان في ديسبليزيا فيبقى اللي احنا شايفينه هرنيل, هي مش ايه يعني, هو مش من الجد الوطن. واحدة واحدة في ديسبليزيا ماشي. طيب لكسي فورم, في بلكسي فورم كمان بالظبط. خلينا بس نيورو فايبرومات بس خلينا بس اللي هو البرين اهو, البرين اهو حلو زي الفل, جايراي وصلصاي وجايراي وصلصاي زي الفل, ولا هو هرنيتد ولا حاجة خالص, صح ولا ايه؟ فيبروبتوزس مع بلكسي فورم, في بلكسي فورم نيورو فيبروما طلع هنا من انهي نيرف؟ الصمت التام طلع من انهي نيرف؟ شباب ده الكورس بتاعنا, ممكن الفيشيال برانشات الفيشيال اللي بره, لا ممكن برانشات الاوفسالميك cranial nerve of the right cavernous sinus. ده مست للأوفثالمك, الأوفثالمك اللي هو ال V1 division. ده ال V1 division بتاع trigeminal, هو اللي بيطلع على السوبرفيشال للكوتينيوس أزمك. لكن بقية الكافيرنس اللي هم 3 4 و 6 ما يعني بيلهم برانشات انترا اوربيتال, لكن ما بيطلعوش على على السكن. اللي بيطلع على السكن وبيعدي من السوبر اوربيتال فيشر وبيطلع على السكن هو الأوفثالمك. اوكي طيب, يبقى اذا دي بلكس فورم نيورو فايبروما, دي ايزوليتد بلكس فورم نيورو فايبروما ولا معاها نيورو فايبروماتوزس تايب 1؟ معلش يا دكتوره, يعني انا لما اقول مثلا في ليجن في اللاكريمال جلاند هنا يعني ده يبقى خلاص برضه يعني, مش عارفه احدد فين اللاكريمال جلاند من النيرف يعني. ايوه ما هو اللاكريمال جلاند مش عارفين نعمل لها ديسكريمينيشن لان الماس كبيره. اوكي طبعا محتاجين نبص على كرونال وعلى ساجيتال ونشوفها ديسبليز ولا مش ديسبليز, لكن ما اقدرش اقول ان دي الاكريمال جلاند ليجن لانه الاكستنشن بتاعها هيبقى ايه, ازاي هفسر بقيه الاكستنشن للليجن ده بالاكريمال جلاند, يعني ايه الاكريمال جلاند باثولوجي اللي ياخد هذا الاكستنشن يعني انفلاميشن مثلا من اوربيتال سودو تيومر ممكن ياخد الاكريمال جلاند وياخد معاه حاجه يعني. اوكي بس بهذا الباترن, بهذا الواي اوف سبريد احنا النيرفس الباثولوجي بتاع النيرفس زي الباثولوجي بتاع الفيزلز كده, النيرف ده تيوبولار ستراكشر له كورس معين احنا عارفينه, عشان كده اهم حاجه في الكرينيال نيرفس على الاطلاق هو الاناتومي, تبقى عارف مين بيبتدي فين وبيمشي منين, بيعدي في انهي فورامن, بيخرج ازاي وهكذا, لكن هي القصه اناتومي بشكل بيور.
تمام. اللاكريمال جلاند بصل دي انفلاميشن بالفات الكويس ده صعب شويه. طيب نرجع تاني، هل دي بليكس فورم نيورو فايبروما بس ولا معاها حاجه تانيه؟ في ديسبليزيا في في ليت السونيد وينج بالظبط. وايه وايه اللي في البرين ستيم؟ هامرتوما. الهامرتوما زي شخصوا ايه دي الهامرتوما؟ ان اف 1 مضروب في برماتوز ستيب 1 بالظبط. ان اف 1 انهي انهي لين اللي بيما مضروب في انها انهي كروموزوم اللي بيما مضروب في ان اف 1 17 طيب. هو هو في كلام على انه تعبير بريكس فورم نيوروفايبروما يبقى بس مع الان اف 1 يعني، غير كده بسميه ديفيوز كتينيوس نيوروفايبروما ماشي. anyway بغض النظر عن ده، البريكس فورم نيوروفايبروما بتدي منظر الباك فورم وممكن في اوقات تلخبطها مع الفينوس مال فورميشن ماشي، اوقات ما بتبقاش دي. بقى ال اف 1 هما ست حاجات في ستة في ستة عشان يوصلوا 36 في الآخر. الحاجات البرين مينلي الهامرتومز والبليكس فورم نيوروفايبروما والأوبتيك باسوي جلايوما واللو جريد أستروسايتوما في البرين ستيم والنيوروفايبروما أو ساركوما في الـ في الـ في الـ في الآي الأوبتيك نيرف جلايوما والفي 1 البليكس فورم نيوروفايبروما واللي هي البافسالموس والريتنال فاكوماتوزس واللايشن جولز، دي حاجات احنا ما بنشوفهاش، والكفالوسي وبقيه الحاجات. يعني نراجع بس النيوروفايبروماتوزس تايب 1 اللي بيحصل فيه. في حد من الزملاء بيسال على الحاله اللي كان فيها سوبرا سيلر ماس، دي اوبتيك كلازم جلايوما، دي كانت اوبتيك كلازم جلايوما مع الهامرتومز اللي في اللي في اللي في اللي في البون يشخصوا برضه النيوروفايبروماتوزس تايب 1. اذا احنا كده شفنا الاوبتيك نيرف جلايوما ولما تبقى ايزوليتد ولما يبقى معاها نيوروفايبروماتوزس تايب 1. طيب دكتور معلش كنت عايز اسال على الحاله اللي هي بتاعت الاوبتيك نيرف لينفوما، هو احنا ليه حاطين المينجيوما في الديفرنشال دايجنوز؟ مش المفروض في المينجيوما هيبقى الاوبتيك نيرف نفسه سليم وحواليه ثيكنينج اوف ذا شيث؟ هو هي دي موستلي كده اللي هي الترين تراك ده، لان لو بصيتي على الديفيوجن لما نرفع البرزنتيشن على الـ على الـ على الـ على الشانل بص عليها تاني، لو بصيتي على الديفيوجن بالذات باين قوي ان الريستريكشن اللي بره، لكن الاوبتيك نيرف لكن في البتاع العاديه في السيكونس العاديه القصه دي مش باينه قوي، لكن باينه قوي في الديفيوجن. اوكي طيب نكمل. تمام ده بيبي عنده 7 شهور في هيموريج تقريبا سوري معلش او ديداتشن. اوكي في هيموريج لفين؟ كمل يا دكتور انا سامعك. في هيموريج لفين؟ الريترولينتال فايبوس. الريترولينتال انا شايف على الرايت سايد اللينس اب نورمال نفسها يعني كومبير للليفت سايد. اوكي جريت اللينس اب نورمال. والاوبتيك نيرف برضه سكند. والاوبتيك نيرف سكند. والريتنا كمان شايفها مش شايفها في الليفت سايد، مش يعني هل ده حقيقي ولا الريتنا مش شايفها في الليفت سايد؟ لا شايفها على الرايت لكن في ثيكنينج كده في البوستيريور كوز كليرا بقى. طيب نشخص ايه؟ احنا عندنا ابنورمال في اكستنشن كده، هل ده اكستنشن من الاوبتيك نيرف انترا كانيليكولر؟ انا مش عارف الشكل ده ايه. انترا كانيليكولر انترا اوربيتال بقى. هل ده اكستنشن في ليجن في الاوبتيك نيرف واكستندنج في الرايت جلوب؟ لا شكل بلاستوما مثلا بلاستوما قريت انه بلاستوما واكسترا اوكولار اكستنشن بالظبط كده، دي ريتنو بلاستوما وفيها اوبتيك نيرف اكستنشن ماشي. هنشوف ده فين في اللينس اب نورمال. اوكي اللينس اب نورمال عندنا هنا ماس سنترد على الريتنا باينه قوي في الـ في الـ في الـ في البوست كونتراست، ماس سنترد على الريتنا وبعدين فيها اكستنشن، يعني دي الماس وبعدين فيها اكستنشن جوه الاوبتيك نيرف واصل لحد هنا.
للانترا اوربيتال سيجمنت مش الانترا كاناليكولر، الانترا اوربيتال سيجمنت. ده مهم جدا في حالات الريتينوبلاستوما، لازم نبص كويس قوي في اكسترا اوكلر اكستنشن ولا لا، لانه لو قلنا لهم مفيش اكسترا اوكلر اكستنشن والاوبتيك نيرف اسيسمنت ده ما بيعرفوش يعملوه بتوع الاوفثالمولوجي. يعني الريتينوبلاستوما نفسها الاوفثالمولوجيست عنده ريت كام وعنده الحاجات اللي بيشوف بيها، فالاوكلر ليجن نفسه بيعرف يشوفه كويس. انت الرول بتاعك بره بره، ايه بقى الرول بتاعك؟ حاله ريتينوبلاستوما مصري يعني غالبا بتبقى جالك متشخصه، هو بتاع الرمد بيشوفها والعيان بيبي صغير وعنده كذا وبيبص عليه بتاع، هو غالبا بيقول لك ان دي ريتينوبلاستوما. يعني طب انت عارف ان هي ريتينوبلاستوما هتدور على ايه؟ اشوف البايلاترالتي. خلينا البايلاترالتي طبعا هنشوفها، بس خلينا في الاي جلوب نفسه اللي افكت الاكسترا اكستنشن في الاوبتيك نيرف. اه بالظبط، السكليرال انفيجن الاول وبعد كده الاوبتيك نيرف اكستنشن والبايلاترالتي وايه كمان؟ ترايلاترالتي يعني ايه؟ باينيال. باينيلوبلاستوما في باينيلوبلاستوما ولا لا؟ وطبعا في السوبرا سيل يعني بيسموها وايت سوبرا سيل كوادر اوكي. فدي دي ريتينوبلاستوما فيها اكستنشن على الاوبتيك نيرف اوكي. الذي بعد ده عيان كان عنده عيان 61 سنه كان عنده نيزل لمفوما خد عليها راديو سيرابي من 4 سنين، دلوقتي جاي بفيجوال فيلد ديفكت، ماذا ترون؟ ده انهانسمنت في الرايت بري كاريزماتيك سيجمنت، هايل جدا. في انهانسمنت في الرايت بري كاريزماتيك تيكنينج وانهانسمنت في الرايت بري كاريزماتيك سيجمنت الانترا كرينيال بري كاريزماتيك سيجمنت بتاع الاوبتيك نيرف. طب تفتكر ده ايه؟ ممكن من انجيوما راديشن. من انجيوما؟ انا سمعت صح؟ انا قلت من انجيوما راديشن في من الكوز بتاعت من انجيوما اللي هو بوست راديشن ممكن اوبتيك نيورايتس. لا ثانيه بس هناقش الدكتور فين. يعني انت عاوز تقول اوبتيك نيرف من انجيوما راديو سيرب انديوسد اوبتيك نيرف من انجيوما؟ ايوه بتهيألي صعبه شويه. طيب الاوبتيك اللي هي المنجوما الراديشن انديوسد من انجيوما يوزوالي بتبقى بعد 10 سنين من الراديو سيرابي مش بعد 4 سنين. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هل دي افكتنج الشيث بتاع الاوبتيك نيرف ومديه الترام لايك ده بتاع الاوبتيك نيرف ولا دي في النيرف نفسه؟ في النيرف نفسه تمام. جلايوما. جلايوم. طب ما هو الاوقع انه زي ما حد من الزملاء كاتب على الشاتنج ان تبقى ريكيرنس مش لمفوما. ريكيرنس اه ما تبقى ريكيرنس. طيب هو العيان كان عنده نيزل لمفوما لما ريكيرنس يجيله في الاوبتيك نير مش شويه صعب؟ الاسهل انه براديشن انديوسد اوبتيك نيورايتس ماشي. طب خلينا نفكر الراديشن انديوسد اي حاجه زي ما احنا قلنا برضو قبل كده مهم قوي ان هو يبقى في البورت بتاع الراديو ثيرابي. يعني عيان بياخد راديو ثيرابي على بتاخد راديو ثيرابي على البريست بتلقى الراديشن انديوسد تشينجز موجوده فين؟ موجوده في الراديشن انديوسد تشينجز بتبقى موجوده في بارا ميدياستاينال مكان البورت اللي خدت فيه راديو ثيرابي. لو عيان بياخد راديو ثيرابي على السباين الراديشن انديوسد تشينجز بتبقى بالظبط في البورت بتلقى نص الفيرتبرال بادي افكتد ونصه الثاني مش افكتد على حسب هو واخد البورت فين بالظبط. طب دي نيزل لمفوما لو هو هياخد راديو ثيرابي فاذا الجزء من الاوبتيك نيرف اللي هيبقى افكتد هو الانترا كرينيال بورش. لو تخيلتها كده هتلاقي ده الانترا كرينيال بورش ماشي. المهم ان احنا نعرف الانتي ده انه راديو ثيرابي انديوسد اوبتيك نيورايتس علشان مش نميز دايجنوز ان دي ريكيرنس او ان دي انذر باثولوجي ماشي. ف
فإذا العيانين اللي خدوا قبل كده أوبتك طبعا الحالة اللي فاتت دي